ماشي. ايوه يا فندم. مالك؟ متغير ليه كده النهارده؟ لا سعادتك يا فندم مفيش أي حاجة. مش عايز تقولي برضه إيه الورق ده؟ سعادتك عارف يا فندم. مشروع الروح المعنوية. ياه، ولحقت تخلصه بسرعة كده؟ ما أنا قلت لسعادتك يا فندم هجهزه كله بتفاصيله. أصل ده مشروع العمر بالنسبة لي. يا فندم الجيش دلوقت له فضل كبير قوي علي. وعلشان كده نفسي ما يبقاش زي الوسيلة الزراعية اللي عشت فيها أيام مراهر وشفت فيها الظلم بيعشش في كل حتة. مش بقولك إنك تعبان النهاردة؟ انصراف دلوقتي وهيبقى لي كلام معاك بعدين. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل من محسن مرتجي ده؟ أنا عارف إيه اللي بيحصل بس كويس إنه مشاه. أو حتة قنباشي زي اللي أنت شايفه ده كان فاكر نفسه خلاص أدام يقعد مع ظابط يبقى بقى زيه راس براس. أيوة بس محسن مرتجي دماغه ناشفة ولا يمكن يغير رأيه ولا يتأثر بكلام أي حد. أيوة أمال إيه اللي بيحصل ده؟ هو ممكن يكون بيختبر حماسه للأفكار اللي بتشعشع في دماغه. شفته؟ لطفي قوم يا لطفي قوم. أنا صاحي خليل مستنيك. عملت إيه؟ يعني هقطع المشروع ده. ليه؟ إيه اللي حصل؟ يظهر إن عندك حق ويظهر إن علاقتي بمحسن مرتجي ملهاش أي أساس. عشان كده عايز تقطع المشروع اللي أنت مقتنع بكل كلمة فيه؟ يفرض مفيش مرتجي مش هتقدم المشروع يعني؟ بس هو اللي شجعني اقوم اروح له فرحان ومتحمس بالمشروع. الاقيه قاعد زيه زي بقيه زمايله الظباط ويبص لي ويقول لي ايه اللي جابك هنا. ده شيء طبيعي يا خليل وانت تبقى ساذج لو فكرت ثانيه واحده ان معاملته كويسه ليك ممكن تبقى قاعده للمعامله ما بين الظابط والعسكري. بس هو اللي فهمني كده واسلوبه معايا كمان كان غير كده. النهارده بقى اسلوبه معايا فكرني بكل ايام الشاجة والغلب. الايام اللي كنت بحكي لك عليها ايام وسيط الخواجي. تعرف يا لطفي انا كنت بثق في محسن مرتجي دي زي ثقتي في نفسي تمام. بس يا خسارة خذلني. انت اصلك خيالي. تأكد يا خليل انك لو عسكري عادي ومش متميز في شغلك ما كانش مرتجي اهتم بيك الاهتمام ده كله بدليل انه ما عرفش صف ظابط غيرك. ايوه بس احقاقا للحق برضك الراجل معاملته مع العساكر تختلف عن معامله بقيه الظباط. لكن في النهايه ظابط برضه. تمام يا فندم. ازيك النهارده يا خليل؟ الحمد لله يا فندم كويس. امال فين المشروع يا خليل؟ مشروع ايه بقى؟ ما خلاص. طب دلوقتي حالا تروح تجيب المشروع وتحصلني على ميس الظباط. يعني سعادتك لسه مهتم بالمشروع ده ومتحمس له جدا جدا. امال بس كان فين الحماس ده امبارح سعادتك؟ كان موجود بس كنت بختبر حماسك واطمئنيت الحمد لله. انصراف دلوقتي وتحصلني بالمشروع. امرك يا فندم. هايل يا خليل بس ممكن إضافة نقطة صغيرة قوي. أكتب سعادتك؟ طبعاً. اتفضل يا فندم. تتولى اللجنة مهمة تثقيف المجموعات العسكرية كلها وتختار بعض الكتب التي تساهم في زيادة الوعي الوطني لأنه كلما ارتقى وعي الجندي كلما أدرك واجباته ومسؤولياته. ولأن الوعي عنصر مهم جدا في طبيعة فهم العلاقات بين الناس. فعلا سعادتك النقطة دي في منتهى الأهمية. مشروع هايل يا خليل. دلوقتي نقدر نعرضه على قائد المدرسة وناخد موافقته. بعدها نبدا بالتنفيذ فورا وهنبدا بإلقاء بعض المحاضرات للتوعيه بمفهوم المشروع.
عم الشيخ حسن، عم الشيخ حسن. شوفي مين يا عايشه. احلى مهلك يا اللي بتخبط شويه. مبروك يا ام خليل، الف مبروك لخليل يا عم الشيخ حسن. مبروك علي يا سمير، ابنك شرفنا ورفع راسنا في الناحيه كلها. تعال ورايا جد، ابنك بيتكلم في راديو العمده. ان الشعب يجب ان يتعاون مع المسؤولين في ان تصبح الخدمه العسكريه شرفا يتحلى به الغني قبل الفقير، ووساما يزين صدورهم جميعا، ذلك انه لا يمكن ان يقتصر هذا الشرف على الفقراء الذين لا يستطيعون دفع البدل العسكري. ايها الاخوه، إن خدمة الوطن هي أسمى وأغلى من العشرين جنيهاً التي تمثل البدل الذي يعفي من يدفعه من أعظم شرف في الوجود، وهو الدفاع عن ذلك الوطن. وهذا هو ما تفعله جميع الشعوب الراقية في كل الدنيا. أيها الأخوة، لقد كونا مجموعة من الضباط وضباط الصف تعمل على خلق روح جديدة تجمع بين الضباط والجنود في أخوة ومحبة، وذلك سمع لرفع الروح المعنوية. سمع عينينك كلام الجميل اللي خليل بيقوله. سمع يا بنت، حق النصر على الأعداء ويدافع عن الوطن الحبيب. تعرف يا خليل، صوتك كان حلو وكلامك كان جميل، اللي يسمعك وانت بتتكلم في الإذاعة يقول معاك شهادة كبيرة قوي. ايه يا خليل، انت زعلت مني ولا ايه؟ انا ما اقصدش. اهلا اهلا يا خليل، اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، كنت هايل يا خليل. ربنا يخليك. صوتك كان حلو وكلامك مترتب كده وحلو. والله دي شهادة اعتز بيها يا عمتي، ربنا يخليكي لينا. انت مش هتتكلم تاني في الإذاعة؟ لا، ما دام عجبتك في الإذاعة اتكلم تاني وتالت ورابع كمان. تعرف يا خليل، لما كنت بسمعك في الإذاعة كان نفسي أخرج برا في الشارع وأقول لكل الناس اللي بيتكلم في الإذاعة دلوقتي ابن خالي اسمعوه. تفضحي نفسك وتفضحينا؟ الناس هتقول إيه؟ حتة قنباشي. لكن لو كان ظابط زي أخوكي رأفت كان يبقى افتخارك في محله في ابن خالك. قول يا خليل، أنت مهيتك زادت ولا لسه زي ما هي؟ لا لسه زي ما هي يا عمتي. 3 جنيه يعملوا لك ايه يا ابني انت وكم اللحم اللي في البالك؟ ان شاء الله ما عملوا بقى يا عمتي، اجل احسن من ما فيش خالص. على رايك. انا هعمل لك شيء. لا ما تعمليش حاجه خالص، انا ماشي. لا مش هتمشي، ونينا كمان هتروح تعمل لك الشاي بنفسها عشان تصالحك. حاضر يا ستي، اعمل لكم الشاي. انا ما قصدتش ازعلك يا خليل يا ابني، ده كان الود ودي اشوفك احسن الناس. لكن اقول ايه، الحق على اخويا حسن. عليا. نعم يا خليل. مش عارف اقول لك ايه، ده انا مصدق تخلصت الاذاعه وجيت على هنا فريره فرحان ومبسوط وقلبي طاير من الفرح. ما كنتش اعرف ان عمتي هتسمم بدني بكلمتين يوجعوني. انا مش عارف يا ليه دايما مستقصداني، معتبراني اقل الناس. ما تزعلش منها يا خليل، ماما ما تقصدش تزعلك، بس هي ما بتعرفش تزوق الكلام. كل اللي يهمها ويهمني انا كمان ان نشوفك مفيش حد زيك في الدنيا كلها. ولا خلاص انت طموحك وقف لحد كده؟ لا طبعا، ده انا طموحي، انا طموحي ملوش نهايه. وما دام قلبك هيفضل معاي يبقى من دلوقتي مفيش خطوه لورا. وعد يا خليل. وعد يا عليا، وعد. هو حتى حد يستجر يشوف الوش الجميل والبريء ده وما يعديش السبع بحور علشان يوصل له. عليا يا علي، تعالي شوفي اللي في المطبخ وبالمره صب الشاي وهاتيه. خليل خليل، مبروك يا خليل. الله يبارك فيك. الف مبروك يا خليل. الله يبارك فيك يا حبيبي. الف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم جميعا. كنت كويس جدا واتكلمت بثقه. يا سلام يا سلام عليك يا اخي، طولت رقبتنا. كل كلمة قلتها يا خليل رنت في ودان الكل، سواء اللي عجبته ولا اللي ما عجبتهوش.
المهم انهم سمعوا الكلام اللي كان نفسنا نسمعه لهم من زمان. الف الف مبروك. شكرا جو. كان نفسي اخرج بره في الشارع واقول لكل الناس اللي بيتكلم في الاذاعه دلوقتي ان خالي اسمعوه. تفضحي نفسك وتفضحيني. الناس هتسال ايه؟ حته قماش. كلام ايه اللي بتقوله ده يا خليل؟ بقول يعني يا ريت كل الصور المؤلمه تنتهي من كل مكان مش من الجيش بس. هو ده الحلم الكبير، مش بعيد يجي يوم ويتحقق. المهم دلوقتي نفرح باللي احنا حققناه. تعرف يا خليل اللي يسمعك وانت بتتكلم في الاذاعه يقول معاك شهاده كبيره قوي. انت سرحان في ايه يا خليل؟ من ساعه ما رجعت من عند قرايبك وانت مساهم كده ومش عاجبني. ايه اللي جرى؟ بقول لك يا لطفي، انا لازم اكمل تعليمي. ازاي بقى وانت في الجيش وعلى طول طوابير وتدريبات؟ مش مهم، مهما كان انا لازم اكمل تعليمي. التعليم هو الوسيله الوحيده اللي هتخليني جدير بيه. كده بقى. انا كمان بشجعك انك تكمل تعليمك لو تقدر، ومدرسه فؤاد الثانويه النظر بتاعها راجل وطني، واكيد هو كمان هيشجعك. خير يا ام باشا؟ خير ان شاء الله يا فندم. انا اسمي خليل حسن خليل، وكنت جاي لسعادتك علشان اصل ما انقطع. عايز اكمل تعليمي. عايز تتعلم؟ انا اصلي ليا حكايه مؤلمه مع التعليم، ولو عند سعادتك وقت ممكن احكيها لك وهتعرف قد ايه انا انظلمت. اتفضل. لطفي 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 يا لطفي، خلاص يا لطفي خلاص. ده جبت الميز يا لطفي، دفعت المصاريف وجبلوني، وانا دلوقتي طالب في السنه الاولى بمدرسه فؤاد الاول الثانويه. مبروك مبروك يا خليل، ده اسعد يوم في حياتي كلها. يا سلام، املي في التعليم ما انتهاش، همتحن بعد شهرين. دنيا جديده بتنفتح وبتاخدنا، نفتح لها الاحضان ونجري عليها. هنا اخره الحزن وبدايه وجودنا، سما مفتوحه لنا لابد نوصل عليها. بقول لك ايه؟ ما تبطل رطن بلا فرنجة ولا وندي، قلبت دماغي. نام دور. ايه؟ أنا طوار؟ نام. أنت تنام. بالفرنسية يا جاهل نام أي دور. جو دور تو دور إل دور نو دور مو فو دور مي إل دور. إذا نام بالفرنسية يعني دور. نام يعني دور بالفرنسية؟ على كده لما يقولوا لنا للخلف دور يبقى نام؟ بدور أحسن. جو دور. خليل خلي بالك، بروج النوم ضرب والأوامر لازم تنام. أنام إزاي دلوقتي يا لطفي؟ أخطف لي ربع ساعة أذاكر فيه؟ أني قبل بأي حاجة؟ ما أنت عارف الامتحانات جربت قوي. طب اسمع، أنا هحلها لك. تعمل إيه؟ هريدي. زهران زهران قوم. في إيه؟ كل واحد يمسك البطانية بتاعته ونسد بيها منافذ اللي بيخرج منها النور. يلا. ايه ده يا ام باشا؟ انت عايز تكتب الكتاب كله؟ دقيقة واحدة بس، آخر سطرين في آخر سؤال. لا كفاية كده يا عم، كل الكلام صعب. طب دقيقة واحدة بس آخر كده. لا كفاية. طب ايه رأيك بقى انني لو سقطت في المادة دي هيبقى ذنبي في رجالتك؟ لا مش هتصعب، المهم أنا اطلعت على إجابتك. إجابتك تكاد تقارن إجابة أستاذ في المادة نفسها. خليل ازيك يا علي؟ ازيك؟ اتفضل. ايه ده؟ بقالنا شهرين ما بنشوفكش، كنت مخاصمنا ولا ايه؟ لا ابدا، هو انا اقدر اخاصمكم؟ امال ايه؟ كنت بحضر لك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه اللي تخليك تغيب عننا شهرين بحال؟ شوفي بقى يا ستي، عملت ايه في الشهرين بحالهم دول؟ دخلت ثانوي منازل وذاكرت سنة أولى وقدمت في الامتحان وامتحنت والنتيجة ظهرت ونجحت كمان. مبروك مبروك يا خليل، ألف مليون مبروك. أنا حاسة إني مبسوطة أوي أوي.
يعني عذرتيني؟ طبعا عذراك، وحسن الدنيا دي كلها مش هيعاني من الفرحه. اتفضل على الصالون يا خليل، اتفضل. خليها هنا بقى. احسن خليها برده. الله، امال فين عمتي؟ وعم راضي؟ بابا في الشغل، ونمتي بعافيه حبتين، هصحيها واجي. معلش اعذرني، اصل شكلي متلخبط حبتين، ما كنتش عارفه انك جاي دلوقتي. عن اذنك اصحى. لا استني، شكلك لا متلخبط ولا حاجه، شكلك زي القمر اهو. اصل انت فيكي ميزه، وانت متزوجه زي القمر، وانت ملخبطه قمري. ده انت اللي زي القمر. عن اذنك يا نينا. نمتي، اصحي يا نينا. عارفه مين قاعد عندنا بره في الصالون؟ خليل يا نينا. خليل، وكان فين المده دي كلها؟ كان بيعمل لنا مفاجاه. خليل هياخد التوجيهيه. توجيهيه اللي ياخدها خليل؟ ده ساب التعليم من زمان، شيخ يا بنتي على الدراسه. هو مين ده اللي شيخ على الدراسه؟ خليل امتحن سنه اولى ثانوي السنه دي ونجح، ورايح تانيه ثانوي، وهيجي له يوم وياخد التوجيهيه. قومي يا نينا عشان تباركي له. طيب يا بنتي روحي اقعدي معاه، وانا هغير هدومي وحصل. طب ما تتاخريش. اوام يا نينا. تعرف يا خليل، ما كنتش فاكره انك شاطر قوي كده. ازاي فجأة؟ طب داني حتى طول عمري شاطر من ايام ما كنت صغير، بس هي الظروف يا عالية، الظروف اللي دايما تعند معايا. بس من هنا ورايح مهما كانت الظروف عنيدة أنا هبقى أعند. وهو ده اللي خلاك تذاكر كل المواد الصعبة دي في شهرين بس وتنجح. على فكرة لو احتجت مني أي مساعدة السنة الجاية أنا تحت أمرك. اوعى تكون ناسي إن أنا معايا الثقافة. لا طبعا مش ناسي، إن شاء الله تسلمي يا رب. بس تعرفي يا علي، أنا جوايا رغبة إن أبقى الأستاذ والتلميذ في نفس الوقت، زي برضك ما جوايا رغبة إني أرضي وأسعد أغلى إنسان عندي في الدنيا. ودي تبقى مين دي بقى؟ أنت يا علي. لا أنا هعمل شعر. لا ما تهربيش، داني ما صدقت أنطق الحقيقة دي قدامك، ما صدقت أقول الكلمتين دول. أصلاني كل ما اجي اتكلم معاكي الخجل بيركبني من فوق لتحت، الخجل بيغلبني، ما صدقت بقى اغلبه النبادي. تقومي تقولي لي اعمل شاي؟ طب داني مش عايز اي حاجه في الدنيا غيرك انت يا علي. مش 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 مهم تردي دلوقتي، انا مش مستني رد، انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انني كل ما هبص لعينيكي هبص لوشك الجميل هحلم يا عليا، هحلم ببكره طالع جميل. ايوه يا اللي بترن الجرس جاي على الباب. ازيك يا علي؟ ازيك يا رأف؟ ازيك يا نيم؟ ازيك يا امبي؟ حط الحاجات دي هنا واستنى على الباب بره. لحد لما يمرك الغسيل تاخده وتودي الشقه الثانيه. اسمع، ما تنساش تاخد الاوراق تفسحها وترجعها. يا عليا، لم الغسيل بسرعه ودي العسكريه المراسله بتاعي بره. ازيك يا نينا، عامله ايه؟ الحمد لله يا ابني. كويسه الحمد لله. ازيك يا عمتي؟ اهلا يا خليل. الف سلامه يا عمتي. سلام، ان شاء الله تسلم يا ابني. ازيك يا رأفت؟ اهلا يا ام باشا. الف مبروك يا خليل، الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمتي، وعقبال ان شاء الله ما تباركي لي على التوجيهيه. مش تبارك لابن خالك، نجح ورايح تانية ثانوي. مبروك يا ام باشا. الله يبارك فيك يا حضرة الظابط. عقبال ما تاخد الشهادة الكبيرة يا خليل. ما هي الصغيرة بتجيب الكبيرة يا عمتي، وما فيش شيء مستحيل. ربنا يسهل لك الصعب يا ابني. عن إذنك، أنا بروح أتغدى مع المدام. بقول لك إيه رأفة، يا ريتك تقعد وتتغدى معانا النهاردة، أبوك زمانه جاي وهتبقى قاعدة عائلية وحلوة، وخليل كمان هيتغدى معانا. لا يا عمتي بعد إذنك، عافيناني مش هقدر، أنا لازم أمشي دلوقتي. تمشي يعني إيه؟ انت لازم تتغدى معانا، عمك راضي زمانه جاي وهيفرح بك لما يشوفك. طب انا ماشي بقى. براحتك يا ابني. استنى يا عسكري، استنى يا عسكري، الغسيل يا عسكري. اتفضل يا خليل، اتفضل. يا عليا. نعم يا ننتي. حضري بجامه من بتوع رأفت اخوكي علشان خليل يغير هدومه. لا يا عليا ما تتعبيش نفسك،
أنا معايا هدوم في شنطتي اللي برا دي. خلاص ابقى سيب هدومك عندنا، ولما ترجع هتلقاني غسلهم لك بإيديا ومكوين كمان. ألف مبروك يا أمير. ألف مبروك. ألف مبروك. متشكر متشكر قوي يا جماعة. بقول لك إيه، ما تاخدناش بدوكة، فين الحلاوة؟ حلاوتنا كلنا هي نجاح خليل. أنا فرحان قوي قوي عشان هوستني وقلبت دماغي. ده بي وليفر وطور. بقول لك إيه، إياك تكون جبت نمرة حلوة. نمرة يا هليلي، داني الوحيد حتى اللي نجحت من طلبة المنازل كلهم. الإرادة القوية وراء أي نجاح يا خليل، وأنت إرادتك قوية ولازم تستمر. الله يخليك يا لطفي. المهم دلوقتي لازم النهاردة في ندوة الروح المعنوية نناقش نظام المراسلة في الجيش. أيوة يا إخوانا، لابد من إلغاء هذا النظام، لأنه بصراحة كده يتنافى مع كرامة الجندي المصري. مهمة عسكري المراسلة ليست حمل أطفال الضباط أو الذهاب إلى السوق لشراء الخضار. ففي الجيش الإنجليزي مثلاً اللي إحنا بنقلده، مهمة عسكري المراسلة حمل رسائل الضباط من مكاتبهم إلى المكاتب الأخرى ومساعدتهم في بعض شؤونهم التي تمنعهم من القيام بالأعمال العسكرية الهامة. لذا أرى أن هذا النظام قد شوه في جيشنا ولا بد من إلغائه، لأنه بهذا الشكل يعد إهانة لكرامة وعزة الجندي وضد الشرف العسكري. خليهم يقولوا اللي يقولوه، الحكاية كلها كلام في كلام. كلام في كلام ده ايه؟ ده كلام في منتهى الخطورة. اقتراح لمباشي خليل ده اقتراح خطير. الخطورة مش في الاقتراح، الخطورة في وجود الضابط مرتجي اللي بيشجعه وبيأيده. مبروك يا مرتجي، صدر قرار بنقلك للحرس الملكي. هو انت صدر القرار ده يا فندم؟ دلوقتي حالا. ايه انت مش مبسوط بالخبر ده ولا ايه؟ طب ده انا استدعيتك بسرعه على اساس ان انا ابلغك الخبر السعيد ده. شكرا يا فندم. يعني مش فاهم ازاي الضابط مرتجي يروح يحرس الملك، وليه اختاروه هو بالذات؟ ايه يعني؟ طب ما عندهم ضباط كتير ممكن يفرحوا جاوي بمهمه زي دي. يا خليل الاوامر كده هنعمل ايه بس؟ اصل انت ما تعرفش مرتجي كان بالنسبه لي ايه؟ كان حاجه كبيره جاوي. مش بالنسبه لك انت بس، بالنسبه لنا كلنا. طب وندوه الروح المعنويه هتستمر ازاي دلوقتي؟ اكيد هتنضرب وابقى شوف، حتى اذا ما ضربوهاش مش هيبقى لها فاعليه. يا خساره، كان راجل جدع، كان بيتعامل مع الصغير زي الكبير. تمام يا فندم. اسمع يا باشا خليل، اولا الف مبروك، تقرر ترقيتك لشويش. ثانيا، تقديرا لجهودك وامتيازك رشحتك شويش لمكتب قائد المدرسه. شويش مكتب؟ ايوه، ده عمل محترم ومريح، وانا شخصيا رشحتك له دونا عن كل ضباط الصف لامتيازك. أنا شاكر لسعادتك تقديرك ده، بس ما فيش بس، ده امر اصراف. طب لو سمحت لي يا فندم اقول كلمه. ما فيش مناقشه، انت ناسي انك في العسكريه. كلمه واحده سعادتك. ولا نص كلمه، انصراف يا شويش. امرك يا فندم. مبروك يا خليل، هترتاح يا عم وتسيبنا للشقه. ارتاح بقى يا زهران، ده اسود يوم في حياتي كلها. بجاني ابقى مراسله. مراسله ايه بس يا خليل؟ ده انت هتبقى شويش مكتب القائد. وايه يعني؟ مهما اتغيرت الاسماء المهمه هي هي، مراسله برضك. اهدى بس يا خليل، اهدى. اهدى ازاي بس يا لطفي؟ اهدى ازاي وانا المصايب نازله ترف فوق دماغي، ما بلحقش اخد نفسي. بقى دي مهمتي برضك يا لطفي. طب بذمتك انت، ده مش فيه ظلم وفيه اهدار لكرامتي والامكانياتي قبل كل شيء؟ زي ما قلت لك، او الضابط مرتجى اتنقل من هنا والمصايب ابتدت ترف من هنا، وادي اولها. انا حتجاني، ده جاني انا اللي عمال اطالب بالغاء المراسله. اقوم اشتغل مراسله. ورجعنا تاني نعاني نفس القاسيه، هي مفرقتش في اي حاجه، وكاني بهرب من وسية الوسية،
بس الخواجة هنا ما هوش خواجة. نفس الوسية في كل حتة ورانا، مطرح ما نهرب نلقى نفس العتامة. لمرمرانا في رجلها مجرجرانا، وكأن ده المكتوب ليوم القيامة. افتح الباب يا شويش، افتح الباب يا شويش. حاضر يا فندم. عسكري. تمام يا فندم. ادخل شوف ساعه القائد عايز ايه. بس يا فندم. ما بس يا عسكري، ده امر عسكري. حاضر يا فندم. ايوه يا سعاده الباشا، جميع المتطوعين تم تدريبهم على اعلى درجه من التدريب يا فندم. حاضر يا سعاده الباشا، هنوزعهم على الوحدات يا فندم. مع الف سلامه يا سعاده الباشا. مع السلامه يا فندم. فندم انت مين؟ أنا العسكري يا فندم. وفين شاويش مكتبي؟ واقف بره يا فندم. امشي اندهله. حاضر يا فندم. استنى عندك، اندهلي أركان حرب. أمرك يا فندم. أكيد هتحصل مصيبة، كارثة، وهتوجع فوق دماغك يا خليل. تمام يا فندم. تقدر تقول لي ايه حكايه الشاويش اللي واقف بره ده؟ ماله يا فندم، ده شاويش ممتاز. شايف سيادتك المكتب منور زي البنور يا فندم، شايف لمسه الجمال يا فندم والاخرى ملمعه ولمسه الجمال. بلاش كلام فارغ، انا جايبك هنا عشان تقول لي ازاي لما رن الجرس يدخل لي عسكري يقول لي يا فندم وشاويش مكتبي ما يدخلش. ازاي ده يا فندم؟ امال هو واقف بره ليه وبيعمل ايه؟ انت بتسالني انا؟ اسال نفسك. طب يا فندم بعد اذن سيادتك دقيقه واحده، دقيقه واحده وهرجع لسيادتك تاني يا فندم على طول. عن اذنك يا فندم. تعال ورايا يا شاويش. ايه المصيبه اللي انت عملتها دي يا شاويش؟ مش فاهم سعادتك تقصد ايه يا فندم. انت هتستهبل ومن اول يوم تستلم فيه هتعمل لي مشاكل؟ ليه لما سعادة القائد ضرب الجرس ما دخلتلوش بنفسك ودخلتله العسكري وازعجت جناب القائد؟ جناب القائد، جناب الخواج، وكل جناب وجناب ما يتخيروش عن بعض. ما ترد، انت واقف بتنح كده ليه؟ يا فندم سعادتك اني تصورت ان مهمتي هي الاشراف على نظافة المكاتب وانتظام عمل العساكر فيها، زي ما فهمت من كلام سعادتك لما قلت لي ان ده عمل مريح ومحترم. مش انت اللي هتحدد بنفسك نوع العمل المطلوب منك، واذا ما كنتش فاهم او مش عايز تفهم نوع عملك ايه هنا بالظبط، انا هفهمك واقولها لك بمنتهى الوضوح والصراحه. انت مراسله لمكتب القائد. عارف يعني ايه مراسله ولا مش عارف؟ عارف يا فندم. انصرف.
تمام يا فندم. هات لي قهوة. أمرك يا فندم. مالك؟ ندوة الروح المعنوية ماتت. انتهت النهاردة سعادتك. في ندوة الليلة حضر كل ضباط الصف، بس مفيش ولا واحد من الضباط حضر. طب اقعد يا هاني. شوف بقى، أنا اللي هرأس الندوة من المرة اللي جاية. ربنا يخليك يا حضرة الصاغ محرم. قول لي بقى، عامل ايه في الشغلانه الجديده؟ مهادير اخرى اهم من العموم. ليه؟ دي شغلانه ممتازه وبيختاروا ليها اكفى العناصر. بس انا يا فندم حاسس ان عطائي الحقيقي في تدريب الجنود وتعليمهم كل الافكار اللي بنطرحها في ندوه الروح المعنويه، علشان نخرج دفعه من ضباط الصف روحهم المعنويه عاليه. فيرضيك كده سعادتك؟ يرضيك اني اللي بقود حركه الكبرياء وكرامه الجند في المدرسه تتهان كرامتي بالشكل ده؟ اترجى واتعين شويش مكتب القائد مراسلة يعني؟ انت مكبر الموضوع حبتين يا خليل. ولا مكبر الموضوع ولا حاجة سعادتك، ده حتى أركان حرب المدرسة قالها لي، قال لي انت مراسلة. وسعادتك ما تعرفش الكلمة دي بالنسبة لي معناها ايه. اكيد في يوم من الايام يا خليل اوضاع كتير هتتغير، مش هنا بس، في كل حتة. بس دلوقتي لازم تهتم بشغلك وتديله كل الجدية والاهتمام، وما تنساش ان الجيش له قوانين يجب احترامها. ايه الترتيب والنظام ده كله يا شويش؟ والورد كمان محطوط بطريقه فيها ذوق. تعرف انا يوم عن يوم بنبسط منك، لانك شايف شغلك وبتفهم في حاجات كتيره. واضح جدا انك شويش مختلف. تشكر يا فندم. ايه ده يا شويش؟ حياة